بسم الله الرحمن الرحيم. وفقني الله تعالى أن اشتريت هذا الروبوت ويسمى إمبوت رينجر. يمكن تشكيله أو تصميمه أو تركيب القطع الحديدية الموجودة في الصندوق بثلاث أشكال. هذه هي الثلاث أشكال الموجودة. إن شاء الله اليوم أعلمكم كيف ممكن أبرمج هذا الروبوت وأحركه عبر برنامج يوجد على الكمبيوتر ويسمى إم لوك. هذا هو البرنامج، وهو طبعا شبيه جدا بسكراتش مع بعض الإضافات الخاصة بالروبوتات. طبعا يمكن تعريب البرنامج ولكني لا أحبب ذلك، أحبب أن يكون بنفس اللغة الإنجليزية. نعمل كونكت. هناك طريقتين للاتصال بالروبوت، ممكن عن طريق الأسلاك وممكن عن طريق البلوتوث. طبعا أنا يعني أفضل البلوتوث، وذلك حتى أستطيع أن أتحكم بالروبوت عن بعد ولا أتقيد بطول السلك. بداية أشغل الروبوت ثم أضغط على بلوتوث وأقترن بهذا الروبوت. طبعا أنا سبق لي الاقتران به. Bluetooth connected، الآن أصبح جاهز. طبعا الدليل على أنه الروبوت متصل، هنا مكتوب Bluetooth connected، وهنا عند روبوت العلامة خضراء. طبعا من البورت نختار Input Ranger، نفس اسم الروبوت، وذلك حتى تظهر التعليمات الخاصة به. كيف يمكن أن نحرك هذا الروبوت؟ بنفس الطريقة الموجودة في بداية هذا الفيديو، عند الضغط على الزر الأعلى Up Arrow اللي هو السهم الأعلى، ماذا سيحدث؟ سيتحرك Run Forward، بمعنى سر إلى الأمام. والسرعة عندي عدة سرعات، يمكن أن أختار أي سرعة، خير الأمور الوسط، فخلينا على 100. الآن السهم الأعلى انتهيت من برمجته. Duplicate وأجعله السهم down arrow back forward العكسي، duplicate right arrow right turn right duplicate وأخيرا يمكن أن أبرمج زر المسافة أو السبيس بإيقاف الروبوت بجعل السرعة صفر. الآن أصبح جاهز.